السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخواتي على قناة كريبتو اليرت. شكرا على 938 مشترك. اليوم معنا مجموعة اردروبات مهمة وبعض التحديثات ووصول عملة لافا. طبعا اذا رحنا على الهيكو سكان هذه العملة 20 قطعة. كنا شرحنا العملة على التليجرام حقنا وعلى قناة اليوتيوب. هذه هي وصلتنا ما يعادل $20 تقريبا. كان هذا هو الاردروب. فمبروك لتسجل معي. وطبعا في تحديث للجولد سواب كنا شرحنا اللي معاه جولد على الولد حقه مسويها هولد راح توصل عملة تي اف اف. الناس لساتها ما وصلت. في كثير يدخل يسألني عن العملة هذه تي اف اف ما وصلتهم. فرجاء انتظروا لين بكرة لانه البرنامج اللي بعت العملة دفعة واحدة توقف لين بكرة فراح توصلنا بإذن الله. لا تقلقوا. فهذا هو الإعلان الرسمي. إعلان هذا هو. أولا وقبل كل شيء نريد أن نتقدم بالشكر الجزيل على الاستجابة الرائعة من جمال مشروعنا. نحن متحمسون للغاية لرؤية العدد الهائل من المستخدمين يتدفقون على منصتنا وحساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. المهم هذا كله. نحن ندرك أن بعض منكم لم يتلق بعد الكمية الإنزال الجوي الخاص بك نظرا للحجم الضخم من عملة تي اف اف اردروب. أكثر من 200,000 عنوان في المجموع. يعني الناس اللي مسوية هولد تخزين على الولد حق عملة جولد أكثر من 200,000 شخص. فخدمات الموقع الويب التي تتوفر على أدوات التوزيع يعني البرنامج اللي خبرتكم حق التوزيع متوقف تم إغلاقه مؤقتا خارج خادم مهم. نحن نعمل على توزيع التوكنات من خلال قناة أخرى وسنواصل إنزال جوي في أسرع وقت ممكن. يعني راح يستغرق أكثر من 24 ساعة. فلا تقلقوا راح توصلكم العملة. تعالوا انضموا على الجروب هذا أنا آدمين فيه بالنسبة للمشروع جولد. فهذا هو التحديث. بنروح على تحديث تاني. بالنسبة لهذا الاردروب للأسف كان لازم نكون مسويينه قبل 3 شهر هذا 8 شهر هذا. فاحنا سويناه من بعد يعني. فمش مشكلة موجود راوند 2 راح نسوي نفس القضية. هل فاتك الجولة الأولى؟ لا داعي للقلق. إن فاتك الجولة انزل الجولة الأولى فربما تزامك فرصة الجولة الثانية. اغتنم الفرصة. المهم راح نسوي الحين قدامكم فوق $60 او $50. المهم راح يكون فوق 40. هم كاتبين هنا في الجولة الاولى فوق 40. راح نسوي الحين تريد قدامكم عشان نتأهل في الاردروب الثاني. فمبروك اللي سوى قبل 8/3 لان مشكلة الاردروبات هذه ما يعطون بالنسبة للأردروبات حق المنصات المركزية ما يعطون توقيت متى ممكن تسوي. احنا انا عرفت انه في أردروب بس ما عرفت التوقيت متى بالضبط. فهذا كان الخطأ. يلا نسوي الحين قدامكم هذا الأردروب ونشوف أردروبات تانية في الجوالات وهكذا. بنروح هذا open. هنا اول شي بتروح على جو كلاسيك. فاني الناس الجدد تربط الواليت البي سي سكان حقها بنفس سمارت شين حقها هنا وتجي تسوي تريد لأي عملة معاك. أنا راح أغير للمنت بي سي سكان عشان البيننس هنا عشان يربط معاي. انت فيك في المسك في هالمنصة بتسوي على إتريوم بلوكشين أو بي سي سكان أو ترون أو نت وين ما عندك راسد. المهم تسوي تريد على الموقع هذا. بالنسبة للناس اللي كانت مؤهلة في الأردروب الأول راح بس ينزلون هنا على الموقع الخاص بهم كلمة اسمها كليم وراح تدخل هنا وتسوي كليم للعملة. طبعا العملة هي all. اوكي فبنحين بنسوي اي معاملة. انا راح ابيع الكيك حقتي بنشوف كم راح تعطيني وراح اشتريها عيد اشتريها مرة تانية نشوف كم بالضبط USDT Max. ننتظر
فخلاص عندي 5.6152 ببيع مقابل USDT هنا تعطيني 58 دولار، وراح أرد أشتريها نفس الشي حسب السواق عشان كنتها متأهلين. أوكي كونفيرم، راح ندفع فيز قدامكم. ننتظر، فمش راضي يشتغل معايا في الكمبيوتر. نجرب على الموبايل. اوكي بنسوي ماكس، راح ابيع الكيك مقابل USDT. سواب كونفيرم سواب، ننتظر. راح ندفع 0.11 فيز ابروف، راح ننتظر نرد نشتريها عشان ما نضيف الكيك حقنا. ابروف. سواب سكسس، خلاص صارت عندنا الحين 58 دولار. خلاص راح ارد اشتري الماكس هذا الكيك حقنا، راح يعطيني 5.588. سواب ناو كونفيرم. ابروف. انت خلاص اذا تبغى تبيع اي عملة بيعها هنا وخلاص، بس انا ابغي يكون عندي الكيك حقتي، راح ادفع الفيز هذا ما ادري ليش غالي. برجع هنا احسن لي، لانه الاوبن فينس فيز حقه غالي. بشتري كيك من هنا وخلاص. انت بس تسوي مرة واحدة تريد، تبيع اي عملة تشتريها وخلاص مرة واحدة. انا لانه ابغي يكون عندي كيك راح اروح للموقع الرسمي، على فكرة فتح الموقع هذا والامور تمام. اللي معه كيك راح يحصلها في البول، لا خوف عليه، مشروع قوي، فمبروك عليكم. المهم بنروح على ايردروبات تانية الحين بشتري عشان ما اضيع في الكيك وخلاص. فخلاص رجعنا الكيكات حقنا مثل ما كانت، هذه هي. بالنسبة للعملة جاتنا الحين قبل 4 دقايق 123، اللي مخبرتكم الناس اللي مسوية هولد على الجلد وصلت، مبروك عليكم. ما ادري انا ليش وصلت 1.0000 وبعدين 123، المهم مبروك عليكم وصلت قدامكم. الحين بنروح على ايردروب تاني، هو هذا على كوان ماركت كاب، موجودة عبارة عن متصفح تحمله على الموبايل. اذا رحنا على الموبايل حقتنا هذا هو، بس نفتح. اوكي راح يجي هذا نت بوكس، عبارة عن متصفح عند الدخول بتروح على الخانة فوق، هذه هي، هذه بتسوي كريت واليت. لما تسوي كريت واليت عندك 24 كلمة تكتبها على الورقة وقلم مثل ما خبرتكم، وتجي هنا اي شي بتسويها، مثلا تدور على شي فيسبوك مثلا كده، يعني بيصير عندك هذا هو المتصفح الرسمي حقتك. اذا رحنا هذا هو الوالد حقي، عندي 1 قطعة from referral program جاتني. اوكي receive، اذا شفنا get new nbx address. اوكي هنا buy، هنا frequent، تاخد رابط الاحالة وتروج ويعطيك 10 قطعة من عملة NBX تاخذها انت. وانا هنا دايما سوي سيرش، بيكون هو في عود جوجل كروم، بيكون هو المتصفح الخاص بك الرسمي. وهنا الفوق لما تشوف هنا، هذه هي البوكس هذا، هنا بتشوف الترانزاكشن حقك كل شيء. اوكي سعر العملة
0.07 استغلوها، موجودة إذا رحنا على الفوليوم 296,000 ماركت كاب 5 مليون. إذا رحنا شفنا all time low all time high، هذا هو صفر، وصلت لصفر فاصلة واحد يعني سنت، all time low 0.011. فالمشروع حلو أنصحكم فيه. طبعا إذا رحنا على موقع عملة تانية، بس أدور عليها، هذه هي يوهيب. طريقة تسجيل سهلة جدا بالإيميل، باسورد، إعادة كتابة الباسورد. إذا ضغطنا على هنا ديسكارد، هذا الوالد ماي والد حقي، عندي 4169 قطعة، راح تنزل تداول قريب. هنا كل يوم راح يعطيك ديلي قطع، بس عبارة عن مثل فيسبوك، تتصفح وتسوي لايك، مثلا هذا لايك، تسوي له لايك. كل ما جلست في التطبيق أكثر، كل ما جاتك العملة أكثر. طبعا هذا البروفايل حقي، هنا كم عندي فولوورز، هنا كم عندي توكن، هنا سبيس اللي تاخدها، مساحة اللي تاخدها، هي الحين صارت مش بالمجان، يعني بتدفع عليها توكن عشان تاخد سبيس مساحة، يعني مثلها مثل تكون عندك انت صاحب جروب او صاحب قناة، عشان تاخد سبيس حقك وتنشر فيه. مثلا نيو اير دروب، انا عندي سبيس حقي هذا هو ناشرة فيه، بس كده عندي فيه ناس. اوكي، عندي سبيس تاني ما سويت فيها شيء، وسبيس تالت، 4 سبيس اخدتهم لانه هذا التطبيق صار له سنتين هو موجود. هنا فوق تشوف الناس اللي سووا لك فولوورز، ديلي ايرنينج 260 اخذت. انت بس تدخل تيجي هنا تسوي لهم لايك كده فقط، ما عندك شيء من غير هذا. طبعا بنشرح اضربة تانية على التطبيق، راح نشوف التطبيقات، نخلص مع التطبيقات ونروح على البوتات. معانا هذا التطبيق عملة جدا رائعة، راح تنزل تداول قريب. طبعا طريقة تسجيل بتروح على كريت والد، سهل جدا. فكرة التطبيق انك تشوف نيوز حق البيتكوين، حق العملات الرقمية، بتروح على الخانة اللي فوق هذه هنا. التسجيل طبعا سهل، كل يوم انا عندي 50 قطعة، هذه هي كل يوم. فكرة الموقع كل يوم انك تروح مثلا هنا عندك، هذه هي لما تخلص لين اخر شيء بيعطوك 25 قطعة، راح تنضاف لك في الرصيد. طبعا كيف طريقة ترجع لهذا التوب ستوري، مثلا اي شيء، مثلا نختار هذا الماست نوت كده، راح تختار هنا بتسوي له مثلا لايك، راح تنضاف لك نقطة وشير، شير عفوا، بتسوي على فيسبوك على تويتر على اي حاجة. هذه هي فكرة الموقع في هذا، خلاص. معنا ايردروبات الحين، هذا هو بيعطي 30 دولار من عملات بي سي بي، موجودة على بانكيك سواب. نضغط على البوت من هنا، كالعادة نفس الشي ستار بوت، مثل ما شرحت قبل. الناس اللي مش فاهمة تروح على الفيديو اللي فيه ما هو الايردروب، وبتشوف كيف الطرق نسجل فيها وهكذا. بس ننتظر يفتح معانا، فراح ما راح يبين لانه متسجلة فيه، ما راح يبين كيف طريقة التسجيل. فعادي ستار، تحلي الكاباتشا هادي، وبعدين تنزل تحت تسوي تليجرام جروب، تجي هنا تسوي لهم جوان، شانل كذلك، شانل كذلك، اون تويتر، فولو اون تويتر، تويتر بوست، تعطيه بين سمارت تشين الوالد حقك، وتعطيه خلاص والبيانات حقك. هذا هم البيانات، تسوينا ريفرش بنشوف كم عندي من شخص ولا احالة. ف
فهذا هو الايردروب، سهل وجدا رائع وصادق. اذا رحنا للموقع هذا بيعطينا 100 قطعة من عملة TNC. طبعا لازم تسوي كيسي حقك الوثائق الشخصية. الويدرو راح يفتح قريب. اذا رحنا على deep.com راح يحولنا على الرابط، راح نشوف كيف طريقة التسجيل. فالطريقة التسجيل هنا، عفوا هنا ايميلك وباسورد، اعادة كتابة الباسورد، هذا احالتي. اي كونفيرم هنا، تحل كاباتشا كومبليت. انا عندي حساب فيه، ندخل من جوا عشان نشوف كيف. راح تجيك بهذا الشكل هذا. طبعا على كل احالة بتاخد 20 قطعة، بس اول ما تدخل راح تسجل، تروح تسوي كيسي فيريفيكيشن اوكي، او هنا ريورد راح تشوف كم عندك رصيد. انا طبعا راح يكون عندي رصيد، ونشوف بالضبط 240 قطعة، معي 7 احالات، اخذت عليهم 20 قطعة على كل واحد. راح تسجل تاخد 100 قطعة، على كل احالة تجيبها بتاخد 20. طبعا كيسي فيريفيكيشن ضروري، ترفع بطاقة، صورة جوازك او صورة بطاقة الهوية مع اسمك، وصورة سيلفي. كأي منصة نحتاج التفعيل عشان نقدر نسحب. طبعا اذا رحنا على ايردروبات تانية، هذا تحديث للتشيري سواب كنا شرحناه. طبعا الناس اللي في الايردروب راح يكون على المنت قريب، راح يوزعونه على المنت، فترقبوا هذا الايردروب. فاحنا شرحناه على اليوتيوب على قناتنا حقنا. معنا هذا الايردروب يوزع $20، 900 قطعة على البي سي سكان. طبعا اذا دخلنا على البوت ستار بوت، البوتات سهلة بالتسجيل من هنا، وبعدين جوان ايردروب اوكي. هنا ننزل تحت سبميت ماي ديتيل، طبعا شات تسوي لهم جوان شات شانيل، فولو تويتر، وتويت بان بوست مع تاك 3 اصدقائك، تعطيه سبميت ماي ديتيلز ودان، وتاخذ تحط لهم تويتر حقك هنا، والولد حقنا، وستاتستيك تاخذ رابط الاحالة وتروج. معنا احنا شرحنا هذا، طبعا راح اخليكم الروابط تحت اسفل الفيديو. خلاص هذا NFT شرحناه، كنا شرحنا كل هذا. هذا هم الايردروبات اليوم. لا تنسوا الدعم بالاشتراك على قناتي على التليجرام وعلى اليوتيوب. طبعا بنشوف على الأسئلة، ردا للأسئلة للناس اللي تجينا على اليوتيوب. مثل ما وعدتكم على كل فيديو راح أجاوب الناس اللي تجينا على الفيديوهات. طبعا الفيديو هذا سويته بارح، وهذا نشوف أول فيديو هذا، بعدين نروح نشوف فيديو تاني. محمد مسمود، شكرا يا ميو على الشرح الجميل، الآن بدينا نفهم شوي. العفو العفو أخي، مشكورة أختي، أقبل 1 مليون الشريك بابجي، شكرا لك. تمام، الأول سجلت فيه معك، بس الثاني ولا فهمت شي. الثاني الـ NFT ترى خبرتك كيف، أول ما تدخل المنصة بلوكشين جديد، فبتتسجل فيك عادي في الوالد حق الوكس، فبتتسجل فيها وبتسوي كليم، ما راح تدفع شي ولا شي. كيف طريقة البيع؟ بتبيعها في نفس المنصة، بتعرضها بالبيع بسعر انت اللي تريده، ممكن 1 بين بي 1 اتريوم، انت الله اعلم شو تريد تبيعه، وراح يجيك الشاري اذا اقتنع بالسعر. نريد المزيد من NFT، شكرا. طبعا ان شاء الله ترقبوا المزيد باذن الله. هذا ديفيد بارتيسيب، هاف بين سين مني بروجرامز اباوت، لا هذا حق البوتات اللي تجينا على اليوتيوب، مش مشكلة. بنروح على على فيديو ثاني، هذا هو، ونشوف الناس اللي تعليقات الناس. محمود مسعود، مياو ثانك يو لايك، تم السحب، شكرا اكرام كرنسيز، العفو اختي، والبوتات. خلاص هذا كان شرحنا اليوم، اشوفكم على خير في فيديو لاحق، مع السلامه.